تم نقل عدد منهم إلى المستشفى وضعيتهم الصحية وصفت بالحرجة. تود سويت نعرف التفاصيل مع القاضي عفيف جعيدي. سيد القاضي أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا بك وشكرا للاهتمام. شكرا. أسد القضاة المضربين على الطعام على خلفية قرار عزلهم ضمن القائمة متاع 57 قاضي، ذكرنا بل أعفائهم. أعفائهم نعم، لأن العزل عقوبة تأديبية. هم لم يخضعوا لأي مؤاخذة تأديبية تضمن حقهم في المواجهة. نعم. هي قرارات إعفاء جائرة صدرت دون أي مواجهة ودون أي ملفات تبررها، لذلك نحن نقول أنها إعفاءات وليست قرارات عزل، ونقول أنها قرارات ظالمة جائرة دفعتهم لأن يلتجئوا لأضراب الجوع. إضراب الجوع هذا أول مرة يخوضه قضاة في العالم، أمر لا يليق بتونس، لا يليق بخيمة تونس، لا يليق بمؤسسات تونس، وهو خطوة نضالية متطورة. اعتبر المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة وهو مسؤول أممي سامي جدا أنها عنوان ملحمة نضالية تؤكد أن القضاء التونسي يطالب باستقلاليته وأن هناك مخاطر حقيقية تهدد استقلاليته. رئيس، ذكرنا بهم زملائكم السادة القضاة البارح تدهورت وضعيتهم الصحية. القضاة اللي مضربين حاليا عن الطعام هم ثلاثة، هم الزميل محمد طاهر كنزاري الذي دخل في هذا التحرك الاحتجاجي منذ 22 جوان، الزميل أحمد العبيدي والزميل قيس الصباحي، واللذين شارك في التحرك منذ 6 جويلية. حاليا الزميل طاهر كنزاري تم الاحتفاظ به بمستشفى بمعاش بمونفلوري، يعني الوضعية يعني في الإسعاف الطبي بمونفلوري، وهي وضعية نعتقد لست مخولا طبيا لأصفها بشكل دقيق، لكني أؤكد أن الوضعية غير مطمئنة، كما تعلمون هو خاض إضرابا مطولا عن الطعام، ومن يعلمون أشكال هذه التحركات الاحتجاجية يعرفون حتما أن من أهم مخاطرها أنها تترك أثارا ما بعد الإضراب، يعني أثار صحية دائمة، وهذا مقلق جدا. بالنسبة للزميل أحمد العبيدي أطمئن كل الزملاء وكل الأصدقاء وكل الحركة الحقوقية التونسية أنه بخير، وخضع لفحوصات ثم ثبت أن حالته غير مقلقة. بالنسبة للقاضي المناضل قيس الصباحي، هو حاليا يخضع للفحوص الطبية وأظن أن حالته مطمئنة. لم يغادروا المستشفى ثلاثة؟ لا، بالنسبة لأحمد العبيدي غادر المستشفى ووضعيته غير مقلقة وخضع لفحص طبي. نشكر الصحة العمومية التي كانت مهتمة لحماية حقهم في الحياة. بربي سي عفيف، على ذكر السيد القاضي أحمد العبيدي اللي اسمه عمل جدل، والعديد تحدثوا عن تشابه في الأسماء على إثرها. هي الحكاية بسيطة جدا، كان منطلقها تقرير أمني من جهة أمنية. نعم. وجهت تقريرا ورد فيه أنه هناك شخص يدعى أحمد العبيدي تبرع بقطعة أرض لجمعية قرآنية لتشيد عليها مدرسة قرآنية أو شيء من هذا القبيل. تم سؤال الزميل، رغم أنه احنا من حيث المبدأ نعرف للجمعيات هذه جمعية موجودة، وسيادة الرئيس ذات نفسه يعطي الجوائز السنوية للجمعية هذه، معناها حالة غريبة جدا، يعني حتى لو أنه شخص تبرع ما يشكل حتى مخالفة، لكن تم سؤال الزميل، أجاب الزميل بوضوح أنه لا يمتلك قطعة أرض ولم يتبرع بقطعة أرض وليس أمين مالي هذه الجمعية. زاد على ذلك أن بحث في الأمر وتبين أن هناك شخص يدعى أحمد العبيدي تختلف هويتهما فيما زاد عن الاسم واللقب اختلافا كاملا. يعني اسم البو مش كيف كيف، اسم الجد مش كيف كيف، اسم الأم مش كيف كيف، تاريخ الميلادة مش كيف كيف، رقم بطاقة تعريف مختلف. على استنادا لهذا التقرير تم إعفائه، يعني رغم أنه صارت أبحاث على مستوى شيء مضحك مخجل محزن. وانتم اليوم تعتبروا وفي إطار مساندتكم لزملائكم وكأنه الكل تحطوا في نفس السلة. مش كل تحطوا في نفس السلة، هو راو اليوم اللي صرنا
في تونس واللي يلزمنا كتوانسه نكونوا مفتخرين به، انه فما مجتمع مدني حقوقي حقيقي. اليوم راهو تاسست مش قضاة هما اللي يتحركوا، اليوم فما مجموعه مسانده كبيره جدا للقضاة. اليوم فما المجتمع المدني اسس مجموعه لمسانده القضاة اللي نحييهم واللي فيهم قامات حقوقيه كبرى كما سي جندوبي، كما سي رامي صالحي، كما الأستاذة سعيدة قراش وعدد لكي لا أنسى الأسماء، وهم جميعا شرف لتونس لمواقفهم المبدئية. نحب نقول لك زيدا راهو أكبر المنظمات الحقوقية في العالم، أكبر المنظمات، العشرة أكبر منظمات حقوقية في العالم أصدرت بيان مشترك في الموضوع هذا واعتبرت اللي صار مهزلة. نحب نقول لك نزيدك على هذا، أنه اليوم المؤسسات الأممية، الاتحاد العالمي للقضاة اللي عنده صفة ملاحظ في الأمم المتحدة، المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة أيضا على الخط، المقررين الخاصين للحريات وغيرهم، كلهم في حالة بهتة من اللي صار. نزيد ونعتقد هذا تطور إيجابي، بعض المطبلين من الاعتاد والتطبيل اليوم نلاحظوا أنهم بدأوا يفهموا اللي فما خطأ. أما ربما فما بوادر ما تنجموش تعتبروها إيجابية سيد الرئيس، كان تقول نرجع المحكمة الإدارية اللي أعلنت رسميا عن انتهاء التحقيق في طعون القضاة المعفيين وقريبا ننتظر إصدار الأحكام من سنة أخرى. نحن نحترم استقلال القضاء، ولكن نعتقد في المقابل أن ثقة في قضاء المستقل من شروطه أن يكون القاضي الذي سيحكم تتوفر له ضمانات استقلالية القضاء. هذه مش احنا خلقناها ومش قاعدة المرسوم عدد 35 اي نحكي عن المحكمة الإدارية. نعم، المرسوم عدد 35 الذي يمنح حق الإعفاء دون رقيب ولا شرط لرئيس الجمهورية، إعفاءات 1 جوان اللي بخطاب سيادة الرئيس، وأنا لا أستند إلا لخطابات سيادة الرئيس. خطاب السيد الرئيس في 1 جوان عدد الحالات رصدنا فيهم 30 حالة تتعلق بقضاة خذوا قرارات ما عجبتش وما راقتش وما لائمتش الاختيار السياسي. اليوم كلهم أعفيوا عن العمل. اليوم راهو المواطن التونسي يزم يوعى بشيء خطير جدا، اللي احنا في وضعية أصبح فيها القاضي مسؤولا عن حكمه إن لم يعجب الهواء، مسؤولا عن حكمه إن لم يلائم التوجه السياسي. بالتالي ملف الإعفاءات ملف سياسي لا ننكر هذا. اليوم قلت لك حتى المطبلين أنفسهم، حتى المطبلين أنفسهم واعي ما أقول، لو نتبعوا تصريحاتهم ولا اللايفات اللي يعملوا فيه بالغالب على خاطرنا ولينا في وضع أنه هما مصدر المعلومة. أنا نعتذر منك لكني أنا لما نحب معلومة رسمية ما نحلش لذاعة لو جلايفات نتاع الناس هذو. هذيك انت لاني الناس هذو لان لا لا مش انا حر او نحب نوضح لا نحب نوضح لك لا لا نحب نوضح لك اي فهمتك نحب نوضح لك لا 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 تكون متبع الناس اللي عندها انتماء. استاذه زينة، لا استاذه زينة، المطلوب مش انت تفهمني، المطلوب المستمع هو اللي يفهمني. انا علاش قلت نمشي لهم؟ لانه لمعلوماتك استاذتي الكريمه ولمعلومات المستمع الكريم، انه يوم اعفاءات 1 جوان هناك مدون أو ما يسمى مدون مقيم خارج تونس محكوم عليه في تونس مطلوب بالعدالة في تونس، كشفها عددا قال سيعفى عدد 57 من القضاة في لايف سابق عن تاريخ الإعفاءات، فهو بالتالي مصدر موثوق للمعلومة لأننا جربناه أكثر من مرة وأثبت أنه مطلع. وعليه اليوم نرجع بك يا رئيس في علاقة بالمحكمة الإدارية، لأني أنا سألت قلت لك ألا تعتبروا أنه هذا نقطة إيجابية في علاقة بأنه من ساعة إلى أخرى بداية الأسبوع القادم؟ لا هو مش من ساعة إلى أخرى، هو في قضاء إيقاف التنفيذ، قضاء إيقاف التنفيذ له أجل شهر تجاوز سيد الرئيس. القضايا الأصلية ما زالت متواصلة، قضايا الأصلية أجالها طويلة لتعقيد إجراءات المحكمة الإدارية، بينما قضايا إيقاف التنفيذ تفصل في أجل شهر. نأسف لأن السيد رئيس المحكمة الإدارية تجاوز هذا الأجل بكثير، لا نعلم سبب هذا التجاوز ولا ثقة فيه، لكننا نعي جيدا ونلتمس ونأمل ألا يكون تحت أي شكل من أشكال الضغط.
وعلي سي عفيفة اليوم هل ترى وأنه لابد اليوم من وسيط بين الرئيس والقضاة؟ لا نحتاج وسيطا، رئيس الجمهورية هو رئيسنا، نحن قضاة، نحن نحترم مؤسسة رئاسة الجمهورية، نحن أكثر من ذلك، نحن تلامذة الرئيس، احنا قريبة عند الرئيس. نقول لك حاجة، سنة 2016 في حوار له مع حقائق أونلاين بعد المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء وهو منشور هذا الحوار، دعا سيادة الرئيس القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم وإلى مواجهة السلطة السياسية أيا كانت يوم تحاول أن تحد من استقلاليتهم. ونحن كتلاميذ سيادة الرئيس كأشخاص نمنوا بالقيم اللي يقولها هذه، احنا راهو الفرق بيننا وبين المطبلين اللي احنا نطبقوا في القيم نتاعو، ما نطبلولوش لكننا نطبقوا في القيم نتاعو. ولهذا احنا ما نراوش انه سيادة الرئيس يحتاج انه وسيط معانا. احنا متأكدين ان السيد الرئيس غايته خدمة البلاد، ومتأكدين ان نية سيادة الرئيس طيبة، ومتأكدين اكثر من هذا وعالمين اللي فما ناس هما اللي صنعوا الخطأ وهم غير سيد الرئيس، الناس اللي عملوا التقارير الموهومة، الناس اللي حاولوا يصفيوا حسابات بالإعفاءات، الناس اللي استغلوا ثقة سيادة الرئيس ونزاهته باش يتموخوا، الناس المطبلين اللي يخرجوا في الإذاعات وفي التلافز باش يبرروا كل قرار دون حشمة ودون حياء اعتقادا منهم وطمعا منهم في المناصب، ويظنوا ان سيد الرئيس ممكن يعطي المناصب هذه. احنا ثقتنا كبيره في سيد الرئيس، وثقتنا كبيره في دولتنا، وثقتنا في مؤسساتنا، واحنا ما نحتاجوا حتى واسطه بينه وبين سيد الرئيس. احنا تلامذته، احنا جزء من الدوله، احنا نخدموا تحت امرته، هو رمز الدوله ورمز وحدتها، وهو مسؤول عن الدوله، ونحن متاكدون ان هذا ليس خطه. وبالتالي رسالتك سيد الرئيس واضحه، نحن نؤمن بأن رئيس الجمهورية يريد أن يحقق العدل، ونؤمن أن القضاء الذي يريده سيادة رئيس الجمهورية هو القضاء الذي ندافع عنه نحن اليوم. قضاء مستقل. نقول لسيادة قضاء مستقل. نقول لسيادة الرئيس حق لك أن تفخر بتلاميذك، ونحن تلاميذك، نحن نختلف معك لأننا تعلمنا منك الدرس الصحيح فقط. واضح، شكرا جزيلا سيد القاضي عفيف الجعيدي، وتمنيتنا بالشفاء العاجل للسيد القضاة اللي تدهورت. تبعيداتي أتمنى ألا يكون التمني بالشفاء العاجل للقضاة المضربين عن الطعام لأنهم اختاروا طريقا نضاليا يتحملون مسؤوليته، بل أتمنى العدالة لتونس، نتمنى قضاء مستقل تفخر به تونس، ونتمنى أن نطوي هذه الصفحة المؤلمة سريعا. شكرا مجددا سيد القاضي عفيف، شكرا لك انت كثيرا على الدعوه الكريمه ولسعه صدرك. شكرا مجددا، وهذا واجبنا العفو. شكرا لكم واللي فاتوا الحوار مع السيد القاضي عفيف الجعيدي.